اخواننا كنا غندوزو من هادشي. اللي عنده شي شخص عزيز عليه، اللي عنده والديه كبر في السن، اللي عنده شي شخص مريض، خد هادي الفرصه. ما تقولش ليه مخاصم معاه، ما تقولش ليه ما كدوش معاه، خد التليفون صيفط ليه ميساج. مور الاقبال الكبير اللي لقاتو الرياكسيون الاولى اللي درنا على بالنسنس فين مشيت تفرج في السجين، داك الفيلم ديال الرعب الاندونيسي، في داك الفندق المهجور في جديده، حيت انا الفيديو اللي درنا فيه 800,000 فيو، تخيلوا. قلت نبداو سيري كنرياكتو فيها على فيديوهات من نسنس بما انه كيعجبوكم الرياكسيونات اللي كنديروا عليه. شوفوا الاقبال اللي لقى الفيديو وتولي عندنا سيري. في البارح بالنسنس لاح فيديو جديد فين قال الاول ما كتعرف والو، كنظن واحد من اكبر التحديات اللي دارهم. شنو دار؟ مشى دفن راسو حي فحال واحد الفيلم اغلبيه فيكم ما كنتفرج فيه، سميتو بريد، خرج في 2010، مثل فيه رايان رينولدز، ماشي داك السيلو رينولدز، ميموتي اللي مثل في ديدبول واللي تشار بزاف، يعني عاود الفيلم في الحقيقه هو. وقلت نيت منا فرصه باش نقطع شويه اجواء ديال الكره، بما كنا بالكره كره كره كره، كلي ما كتعجبوش كره فراه لاشين فيها كلشي، فرصه نقطعوا داك الوتيره ونرجعوا ليها غدا عاوتاني ولا لا. فغركتوا على الفيديو ديال بنسنس اللي لاحوا البارح كيدفن راسو فيه حي. بالمقابل نطلب منكم حاجه واحده، خلي شي لايك شي كومونتير، خليو ليا واش تبغيو نديرو فيديو مع بنسنس، نجيبوه عندنا ندير مع شي فيديو تكون يكون طويل ونحطوه ليكم. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله. قبل ما نبداو الفيديو ضروري ما نعطيو الكريديتس. بالنسنس هو واحد اليوتيوبر مغربي مشهور بالتحديات اللي كيدير، عنده قناه فات المليون، قليل قليل اللي كيدير فحالو ولا ما كاينش اللي كيدير فحالو. في الفيديوهات اللي كيدير عامرين مغامرات تحديات وكلات عجيبه، ما نصرحش بزاف هادي تدخل تفرج فيه. هو غني على التعريف كلكم ديجا عارفينه. اجو دابا ندوزو الفيديو اللي دار ورياكتو عليه، فراه بحال خارج من سيناريو ديال شي فيلم كيف ما غنوضح لكم. اجو معايا نتفرجوا، ديروا الكاسك ديالنا. هو الفيديو اللي حنا البارح لا بغيتو تتفرجوا فيه الاخوان، وها هو بنسنس. اوكي صح، انا قدام الفيديو ديال بنسنس مازال ما تفرجش فيه، مازال ما درت والو. قال لك تدفنت في القبر وسط المقابر في الليل، جربت احساس القبر كيفاش كيحس الميت. تا هو الفيديو غيبدا بنسب التقديم من البيت ديالو من دارو، دخلوا نتفرجوا فيه ونشوفوا فين غيدينا. السلام عليكم الدراري، سمحوا لي تعطلت عليكم تقريبا شي 5 شهور، هذه ما حدث لا فيديو لا والو. كيفاش 5 شهور؟ يمكن هذا الفيديو هذا ديجا كنديرو هذه 5 شهور وما لاحوش، خبا عنده حتى دابا لاحو، يمكن واقيله ولا هذا الانترو كان ديجا مسجلها ولا ما عرفت صراحه، ولا يمكن هو عايش في المستقبل. دابا هو 5 شهور مورانا، هو راه دابا في شهر 6، داكشي علاش. ولكن سمعت واحد القصه، هذه راه حقيقيه، واقيله طرات في مصر وماش في الاردن، ما عرفتش بالضبط. دونك دابا هو كيعاود لنا القصه على شي دري مات ليه الام ديالو. القصه قال لك اما مصري ولا اردن، المهم ما كتهمش منين كاينه، ماشي قصه غيعاود لينا دابا، عندها علاقه بالفيديو اللي غيدير واقيله. قال لك واحد الدري مات ليه الام ديالو ودا معاشرو باش يزور الام ديالو في المقبره، زعما يدير الزياره، ومي سالو الزياره ديال الام شاف القبر اللي خاوي واحد الوالده ديالو، وصاحبو قال لي ارا ماشي اللي مات لي لمو الاخر، قال لك ارا نجرب الناس هذا القبر كيفاش داير. مع ناس في القبر الدراري، قال لك انا هذا شي دري مشى يزور الوالده ديالو اللي ميته، صاحبو ناس حدا القبر ديالها في الجنب ديالو، ناس ماشي ناس في الجنب، ناس على جنبو بحال الناس الميت، صافي تمشي للروح ديالو بحال فين مات في القبر تما فين دفنوه. دابا واش كاين شي انسان عادي يسمع له واحد مات حتىش ناس في القبر يمشي يديره بالنسنس؟ بغيت نجرب هذا الاحساس هذا كيفاش داير. غدا ان شاء الله الدراري غادي يفيق في الصباح وغادي نمشي نجرب هذا الاحساس ديال المغامره. تخيلوا معايا الدراري الناس في القبر وانت انا غتمشي ليا الروح ديالي. اول انسان غيدفن راسه ويكفن راسه صافي. غادي نمشي ان شاء الله، اول حاجه غادي نمشي نشري الكفن، غادي نمشي الروضه، غادي نهضر مع اخونا في الله اللي كيحفر القبوره، حيت صعيب انك تقنعو تقول لي بغيت ندير واحد التجربه انني ناس في القبر، وغتنوض انت غدير عليا دوك الحجر اللي كيداروا فوق القبر، عادلوا عليا الرمله. ويلي كيفاش غتقنع هذاك اللي في الروضه؟ دوك هو قال لنا المقبره في الروضه، وكيفاش غتقنع ان داك الشخص يدفنك؟ تصدق ميت ليه تما ولا مخنوق؟ راه ما كاينش شي انسان تحكم عليه يدير هذا الشيء ويديرو. بالنسنس حيث قرر عمل تحدي لمن يدخل القبر ويظل به يوما كاملا 24 ساعه، وبالفعل جمع اصدقائه والادوات اللازمه داخل القبر من كهرباء وشاحن ومخده ومرتبه وغطاء وكاميرات واضاءه واي شيء. هادو ديجا كانوا الادري هذا كان تشار بزاف ديال واحد الناس جربوها، ويت انا باقي ما شفتش باش كتصب عليهم الشتا بداو كيخافوا وكذا. دونك بالنسبه رغم هادشي كامل، رغم هادشي كامل اللي وقع، ويمكن هذا هو السيد اللي كيدفن مشى تفاهم معاه ومشى بغى يدفن راسه. راه قديمه واش عرفتي تبارك الله، هذه قبل كاينه هي يعني كانوا الناس، واخا كان عندنا الملوك ما كانش عندنا مؤسسات، ما عندناش حكم، ما عندناش كذا، كان كنقولوا السيبه مصيبه. الناس هنا
الناس وجاو دفنوهم هنا هكاك هكا كان جن كيبك في الطريق عندك مع حساب في الدرام بك لك ليه الطريق دون تخرق بريك تمشي بعد دونك قال لي انا هذه المقبره هذه من 1912 كانوا كيدفنوا فيها الناس وقال لك راه شو عندهم دفنوهم تما هذا هو قبره الدراري ديال الوالي الصالح تخيلوا معايا الدراري كيجيب بنادم كيفسد فيه راه ما تبقوش العقل اصاحبي والله ما مرات اللي قلت لك سمعت السيد قال لك قبل ما تيقش قال لك شي واحد كيجي كيفسد هنا وصلت بهم لذاك الفونتازم لانه نير يا صاحبي واه المهم الدراري غادي يختار القبر المهم ما هضرش مع حفار القبور راه ريق معايا بلان غادي يدفني مع ديك جوي 11 الليل قلت لك غادي تفني لا لا ما يمكنش والله ما يمكن من الاحسن انا بغيتها باللي فهمتي باش نعيش اللحظه كيفاش دايره دابا الناس كيعيشوا اللحظه كيسافروا مشي الافران سافروا الشمال شوف الناس باش كيعيش اللحظه هاك هما قال لي سير اختار القبر ديالك غادي نختار القبر ديالي الدراري باش اللحظه عنده يد تدفن بالليل ناري شوف اش فكرني في ذاك الفيلم ديال بوريد في 2010 ديال راين رينولدز ذاك الممثل الامريكاني فين كان متمل الدور ديال واحد السائق ديال الشاحنات اللي غيشدوه العراقيين وغيدفنوه غيسدوا عليه غيخليو ليه عبريكه ماشي تبي الا يخليو ليه عبريكه والتليفون انا غنخلي لكم لقطات هنا غيخليو ليه بريكه وتليفون باش يطلبوا فديه عليه وكذا وغيبقى يصور بحال هاد اللحظات يعني هاد اللحظه اللي كيصور بالنسنس راه هو فيلم بحد ذاته في امريكا اللي لقى نجاح كبير غنخلي لكم هنا شي لقطه ماشي هذاك الفيلم فقط ولكن واحد الحلقه اللي بقيت عاقل فساعه في الجحيم واحد السيد كان مات وما ماتش كليا دفنوه اتفق فاق في القبر ديالو فحال هكا يعني بالنسبه مشى دار افلام خرجات و ها هو الدراري كيردم ناري ناري كطيح عليه الرمله ناري كتخنق اصاحبي سيرتو الا كان فيك كلمه كيحمش يكون في بلاصه مضيقه عرفتي تخيل لي ملي الله بحامك يا وليدي دفنوه ديال بصح دونك هذه فرصة دابا طفي عليها التليفون شي واحد عليك شي واحد عليك تخاصم معاهم عيط ليه وطفيو عليها وتصالحوا يلا تلفي مع العصر واحد تلفي مع الظهر باقي كيلو عليه الطراب اخوان ترى لا بغي يخرج هو يدفع ويخرج صعيبة صاحبي راه ريح عليك طن ديال الرملة تخاي معايا مالك الموت كيجي عندك ويسولك من ربك ولكن دابا انت عارف الدنيا من ربك عارفه ولكن ملي كتهبط للقبر ما كتبقى عارف والو كتمسح لك الذاكره وكتولي ربي اللي كيعطيك الجواب فهمتيني تخيل معايا راه اي انسان كتعرفو اي انسان كيبان لك طاغي ولا زعما ما متواضعش ولا شي واحد واصل شي واحد ما واصلش كلشي غيكون هنا كلشي غيتحبس في هاد المساحه هادي ما يضرني غير انقدرني وا بديت كنترعد والله الا بديت كنترعد شوف كي كترعد اقسم لكم بالله تخي معايا قبرك جهنم قل ما شفنا بالنسنس حالك لا حتى تجربه خاطئه تجربه الحمد لله انني جربت الاحساس ديال القبر ممكنش. شوف الاخوان هذه رساله شرفنا الدنيا فانيه اللي بغى يعيش هذا التوتر هذا بفيلم كنديكم انا كنتفرجوا في بريد نخليكم هنايا راه تقدر تلقاوه في اي بلاصه فيلم فريمون نفس الحاجه تقريبا ها هو كانوا اختطفوه كيف كيصوروا داك الشيء سينماتيك بالعافيه وكذا مرا نفس الاحساس وصراحه داكم راكم تفرجوا فيه دونك انا دول الفيديو ديالنا على بالنسبه للتجربه ديال انه يدفن راسو في الصراحه كتخليك تعاود تصور راسك بزاف د الحوايج على شنو كدير في الدنيا على اي واحد يكون تما تعاود تفيقك نتمنى انا وكاملين نستافدوا منها ما تنساوش تفرجوا في الفيلم باش تشوفوا حتى هويا كما كفرق لايف نتلاقاو في فيديو جديد تهلاو ليا فراسكم.